تفضلوا. نورتنا. تفضلي. يا اهلا. تفضلي. صباح الخير مروه وعزه. اهلا وسهلا. صباح النور. طبعا انتم جايين من نادي الكتاب او باسم نادي الكتاب الموجود بالدوله. كنا عم نحكي عن قديمهم، فعلا الواحد يكون عنده خبره عميقه بهذا الموضوع بالثقافه. خبروني شوي لحتى يكون الموضوع عمومي، قد ايه مهم اهتمام دوله الامارات بنشر الثقافه، نشر المعرفه، نشر الكتب لكل الاجيال مختلف الاعمار من خلال هذا النادي؟ الحقيقه احنا يعني احنا في بلد الثقافه، احنا اكثر دوله يمكن مش هنكون بنبالغ لو قلنا من اكتر دول العالم او نمبر 1 على العالم في الاهتمام بالثقافه. يمكن الدوله الوحيده اللي مخصصه مسابقه للثقافه اللي خصصها سمو الشيخ محمد بن راشد تحدي القراءه، وهو يعني مهتم بانه يزرع القراءه في الطفل من هو صغير. هو مستناش لما الطفل يتجاوز مرحله الطفوله وكده، فغرس لان هم يعني لان هو مؤمن جدا بمبدا ان احنا الشيء اللي بنغرسه في الطفوله اكيد بيستمر معانا. فعندنا مسابقه تحدي القراءه، عندنا كمان مسابقه شاعر المليون، عندنا مسابقه، كله ده بيصب في موضوع القراءه والادب والثقافه. عندنا مسابقه شاعر المليون، دي اكبر مسابقه شعر اتعملت على مستوى الوطن العربي والعالم. مفيش مسابقه في العالم كله شعريه اترصد لها المبلغ ده. فيعني احنا في وطن الثقافه الحمد لله، دايما دوله الامارات كانت سباقه في هذه الامور، عامل قراءه. يعني احنا في دوله بترصد عام تسميه عام القراءه، الامارات عملت كده يعني، وشارقه تعتبر عاصمه القراءه، عاصمه الثقافه. يمكن كمان اماره الشارقه من اكثر الاماكن اللي بتشجع الاطفال حتى قبل الكبار على القراءة وريادة المكاتب. قديه مهم الطفل يكون عنده وعي من أهله أنه زيارة المكتبة شيء أساسي، ويكون في مثلا أنواع من الكتب اللي هي تقدر تحتوي الطفل وتلفت انتباهه لحتى يبلش من عمر مبكر يقرأ ويتعود على هذا الشيء. من هنا جت بقى فكرة نادي الكتاب بالإمارات. كانت بداية في يناير 2015، هي عبارة عن مبادرة تطوعية، عبارة عن مجموعة من الشباب قعدوا يقولوا طب ايه رأيكم ان احنا نختار كتاب ونقعد نناقشه. بس ما كانتش مناقشة تقليدية، هم اختاروا كتاب على الصفحة على الفيسبوك، قعدوا يعملوا فوتنج هنختار موضوع ايه. اختاروا 12 موضوع بيناقشوا على مدار السنة، بحيث ان كل شهر نختار موضوع معين. حلو. فبدانا بالسيره الذاتيه، عندنا ادب الرحلات، عندنا روايات. حلو. عندنا حفلات توقيع، عندنا كمان فعاليات زي ما عزه قالت، عندنا فعاليات للطفل مخصصه للطفل. يعني مش لان احنا طبعا عارفين ان ادب الطفل بيختلف عن ادب الكبار، فاحنا عندنا فعاليات مخصصه للاطفال. عزه ومروه وانا حابه جدا الشغف والحماس اللي فيه ده حقيقي. حضرتك لو جيتي فعلا عندنا نادي بيدي طاقه ايجابيه. انا برضو كنت دخلت على الفيسبوك على صفحتهم بالصدفه بحته، قريت ده عندهم كتاب انا بحب جدا دكتور شريف عرفه، فهيناقشوا كتاب بتاع كان اسمه انسان بعد التحديث. حضرته، ومن ساعه ما انا حضرت الايفنت ده معاهم وانا ما سبتهمش، قلت لهم لازم اتطوع معاكم. زين عزه، خبريني شو الاهداف المكتب اللي عندكم؟ تمام، احنا عندنا ممكن يكون الهدف الاساسي هو تأصيل واحياء عادة القراءة، بحيث انها ما تقتصرش على فئة عمرية معينة او على مستوى قرائي او على توجه معين، لا ده اي حد ممكن يقرا. يعني انا مشتركه في النادي، عضو في النادي، بنتي كمان 12 سنه برضو معانا في النادي في كل المستويات. مش عاوزين بس نأصل عادة القراءة، لا ده احنا عاوزين ننشر الفكر، يبقى عن طريق ان يبقى في فعاليات وفي مسابقات، في حلقات نقاشية، في فقرات فنية. ما تبقاش ان هو القراءة ان لا انا هقعد اقرا زي ما بنتي دايما تقول لا يا مامي انا مش قادرة اقرا، ده حاجة صعبة. حاجة بقينا ان احنا ازاي ندخل شيء فني او لمسات جمالية تخلي الناس تحب. زين الحين فترة الصيف اكيد عندكم انتم فعاليات خاصة سويتوها لفترة الصيف حق الناس، خبرونا عن الاقبال اللي عندكم اكثر شيء في الصيف او الايام العادية، وشو عندكم فعاليات في الصيف؟ تمام، احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل تبع خطه سنويه، يعني كل اول سنه بنعمل خطه بتتناول 12 شهر ب 12 موضوع. بننزل بوست على الفيسبوك على صفحتنا الرسميه ان احنا هنناقش موضوع وليكن مثلا ادب الرحلات. فالاعضاء بيتناولوا اكثر من عنوان لاكثر من كتاب،
بنعمل نخلي يومين نعمل زي تصويت عليها، بعد ما يختاروا اكتر ثلاث كتب نعمل تصويت تاني لما يختاروا هم يعني الاعضاء نفسهم اللي بيختاروا الكتاب يتم مناقشته. احنا كمان بيكون عندنا تفاعل كبير جدا، نسبه الحضور بتبقى عاليه قوي في الامسيات الشعريه. احنا عندنا امسيتين على مدار السنه، بنقعد يعني طول السنه بنحضر للامسيتين دول، لان هم يعني فعلا بيكونوا احنا يعني شغلنا بسيط، لان احنا جمعيه يعني تطوعيه ثقافيه، فاحنا هو عمل تطوعي في الاول وفي الاخر، عشان كده يعني افسر لك ان قد ايه احنا حابين الموضوع، لان هو في الاول وفي الاخر عمل تطوعي. فاحنا طبعا عندنا شعارنا امه تقرا، يعني بيندرج بقى تحت الامه كل فئات الناس، الاطفال الكبار، فئات الناس بثقافاتهم المختلفه باعمارهم المختلفه وهكذا. فاحنا عندنا الاقبال بيكون شديد جدا في الامسيتين الشعريتين اللي بيكونوا في مارس واكتوبر، في حفلات التوقيع احنا بنعمل حفلتين توقيع في شهر 4 السنه دي، في شهر 4 وفي شهر اكتوبر. كمان احنا في اكتوبر السنه دي استضفنا الكاتب احمد مراد، ناقشنا روايه تراب الماس وعملنا حفل توقيع طبعا، وفي شهر 4 دكتور شريف حضرت معاك وانا المنصه حضرتي معانا. طب احكي بقى حضرتي معانا الطاقه الايجابيه اللي بتاخديها من انا احمد مراد يعني بحبه جدا شخصيا ككاتب، وحتى كتبه اللي بتتحول لافلام وتراب الماس اللي عمله احمد حلمي شيء عبقري. بس احمد حلمي كان ولا اسر ياسين؟ مش احمد حلمي، اسر ياسين باين. اسر ياسين سوري كان عبقري حتى، بس الرواية كانت أحلى. يعني أنا لما شفت الكتاب بتاعه كان أحلى كتير. بس أنا عايزة أرجع معاكم لنادي الكتاب بالإمارات، أنتوا إيه الإنجازات اللي حققتوها لحد دلوقتي خليتكم عندكم الأمل الجميل ده أنك أنتوا تستمروا وتكملوا؟ بصي، هو أنت بس تدخلي يعني اجتماعاتنا، يعني انا في الاول ما كنتش عضوه، بس يعني اول ما شفت صفحه نادي الكتاب بعت لهم ان صفحتنا نادي الكتاب بالامارات، وانا بدعوكم كلكم ان انتوا تدخلوا على الصفحه. احنا عندنا حوالي 14000 فولورز، فانت بتدخلي على الصفحه بتشوفي كل بننزل كل الفعاليات بتاعتنا وحفلاتنا وكل شيء، حتى اثناء الاعداد للايفنت احنا بننزل حاجات. بتعيشوا الجو معانا من اول التنظيم، يعني بتدخلي الايفنت بتاعنا اكيد انت جربتي وعشت الاحساس باحساس ومشاعر، بتخرجي بحاجه تانية خالص، عندك طاقه ايجابيه كبيره جدا. حلو. عندك رغبه لانك تحدثي بقى نفسك، تشتغلي على نفسك، تقري كتير في الموضوع ده، لان احنا عندنا 12 موضوع مختلف طول السنه، مش بنشتغل على موضوع واحد. طب يعني انا عندي سؤال، كيف الواحد بيقدر يكون عضو بالنادي، وشو هي مثلا الشروط؟ او انا مثلا هلا كتير تحمس للموضوع، واصلا هلا حتشوفوني كلكم لازم تتحمسوا من كلامكم وحماسكم، احنا تحمسنا. ولو عرفتوا كمان العضويه سهله جدا، بتخشوا على صفحتنا على الفيسبوك، بتتابعوا الايفنتات بتاعتنا، تحضروا اول ايفنت، بعد كده بتطالبوا انتوا هتبقوا ايه، لان زي ما بقول لكم كل شهر بيبقى عندنا اخر جمعه بيبقى هو الايفنت او الفعاليه. كيف يعني بتطالبوا انتوا هتبقوا ايه؟ شو راح تكون؟ لان انت يعني ايا كان الموهبه اللي عندك، انت اصلا ممكن يكون عندك موهبه وانت مش واخده بالك. بالظبط كده، احنا نكتشف مواهبك. لا احنا ما عندناش موهبه، بعد فتره لما بيندبج الله ايه ده انتوا بتعملوا ديكور، انتوا اللي بتعملوا الديكور للايفنت بنفسكم، طب انا عندي الموهبه، انتوا طب انا ممكن اكتب شعر عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه، طب انا ممكن اغني. انت شفتي في حفله احمد مراد كان في ناس بتغني، الديكور احنا اللي عاملينه كله. وانا حبيت التفاعل اللي ما بينكم، وتحسي كمولية بتحسيها بالظبط، جروب واحد ما شاء الله عليهم. غير كده انه زي ما قالت فعلا مروه، ان كل واحد بيتطوع يعمل شيء معين. يعني انت بتشوفي انت مثلا شاطره في ايه، يعني لو رحتي انت ممكن انت تقدمي الحفله او انت تقدمي الامسيه، لانه ده مجالك. فده الميزه الصراحه. لا وبرده حلو ان احنا قبل الفعاليه بنعمل زي ورش عمل، احنا كالفريق المسؤول عن الفعاليه، فكل واحد بيثقل عنده موهبه او في حاجه بتتنمى عنه. يعني ممكن ما كنتش شاطره في الاي تي خالص، ما اعرفش ازاي اشغل شاشتين مع بعض والكمبيوتر اسجل، اتعلمتها لما بقيت انا مسؤوله الاي تي للايفنت ده، وهكذا برضو بعد كده واحد تاني ازاي يبقى في التصوير شاطر فتعلم، او يعني ناس زي نصحته ازاي اقرا في الموضوع الديكور، وهكذا ازاي ان انا اعمل دعوه، ازاي ان انا اتواصل مع الضيوف الشرف هيحضروا معايا. يعني فبالتالي ازاي انظم، يعني في ناس، في احنا عندنا جروبنا على الواتساب، احنا مجرد ما بنتفق على بعد الفوتنج اللي بنعمله على الفيسبوك على الكتاب،
مننا ومن القراء بيستقر بنستقر على ايه اللي اكتر كتاب اخذ فوتنج الشهر ده، فبنبدا نعمل جروب واتساب خاص بقى بالشهر ده بالجروب اللي هينظمه الواتساب. كل شهر عندنا جروب حد جديد. مسؤول جديد، مش ما فيش حد فينا بي يعني بيستحوذ على شيء معين. التصويت امتى بيصير؟ قبل الفعاليه بقد ايه؟ يعني مثلا في حال اخترتوا كتاب معين وجزء من القراء ما قرأوا هذا الكتاب، هل مثلا في عندكم اسبوعين او شهر للايفنت لحتى الناس اللي بدها تشارك ما قرأت لحق تقرا؟ احنا بنعمل حاجتين، اول حاجه بننزل اللينك بتاع البي دي اف بتاع الكتاب، فلو حضرتك مهتمه تقرا الكتاب كامل اللينك بالزبط. موجود على الصفحه. تاني حاجه احنا زي بنعمل مختصر صوتي وكتابه عن زي بريف كده عن الكتاب نفسه، فبنجيب لك اهم النقاط مش بس عن الكتاب وعن الكاتب، اهم اعماله اهتماماته، فبتلاقي ان انت عشتي الجو قبل ما تروحي فمتحمسه، لا انا عاوزه اشوف ايه اللي بيحصل، انا عاوزه اناقش الكتاب، لان زي ما بقول لحضرتك مش فعاليتنا مش بس مناقشه الكتاب، اوقات كتير ان احنا بنستضيف الكاتب نفسه، ومش بس هو بيبقى معانا، ان هو زي كان عندنا اخر ايفنت بتاع جرعات السعاده بتاع الكاتب وليد المرزوقي، هو اعلامي برضو واكيد تعرفوه، هو مش بس كان معانا ان هو بيناقشنا في حلقات مع عن الكتاب وايه هي جرعات السعاده وايه هو عنده 25 كبسوله سعاده، لا ده هو كمان لعب معانا، كان في مسابقات، كان في القاء شعرك، كان في جو، هو قال انا انتوا اديتوني جرعه من جرعات السعاده اللي انا اتكلمت عنها. زين الحين انا فضولي بعرف اخر ايفنت سويتوه او اخر قضيه سكتوها عندكم في النادي شو كانت؟ اخر حاجه كانت اونلاين، احنا في شهر 7 بيكون عندنا اجازه، بس طبعا احنا لا نتوقف عن القراءه ولا بنتوقف عن العمل يعني شهر. فاحنا بيكون الايفنت بيكون اونلاين، كان عندنا موضوع شهر 7 هو ادب الرحلات، وناقشنا روايه قمر على سمرقند للكاتب محمد المنسي، محمد المنسي قنديل. والشهر ده ان شاء الله بيكون عندنا عمل ادبي تحول الى عمل سينمائي، السنه اللي فاتت ناقشنا هبتة، والسنه دي لسه طبعا الموضوع فوتنج على الفيسبوك، ولما خشوا بقى كده اعملوا تصويت معانا اختاروا بقى اعملوا تصويت حاطين كده حاطين كتب ايه؟ لا لازم تخشي ونقول احنا حاطين. بصي احنا الاول بنطرح الموضوع للقراء يقترحوا ايه الكتاب اللي هم حابين يتناقش الشهر ده، في ممكن تلاقي 10 كتب او اكتر، بعدين بناخد اعلى الكتب ثلاثة اللي الناس عملت لها تصويت، بنعمل عليها تصويت مره كمان، وفي الاخر بنختار الكتاب ونبدا بقى نشتغل فريق العمل كله يشتغل طول الشهر على الموضوع ده. طب مروه انا عندي لك سؤال. تفضلي مروه، انت مدرسه لغه انجليزيه، كيف بتوظفي هاي مهنتك داخل هذا المعرض او خلينا نقول داخل هاي الفعاليات؟ قد ايه بتشجع الطلاب على انهم مثل ما يقراوا عربي يقراوا كمان انجليش ليقووا لغتهم؟ طبعا انا في شغلي طبعا انا بحب القراءه جدا، واكيد طول الوقت بحمس طلابي على ان هم يعني يقراوا، حتى بعمل لهم مسابقات ان هم يقراوا، انا مدرسه لغه انجليزيه يعني، فدايما طول الوقت بجيب لهم ستوريز يقروها، وبحفزهم على القراءه كمان، بدعوهم دايما ان هم يحضروا معانا نادي الكتاب لما بيكون في فعاليات للاطفال. طبعا فعاليات الطفل اللي احنا بنعملها اكيد لازم ببعت لهم البوست بتاع اللي احنا بنبقى عاملينه على جروبات الواتساب اللي عندي، او في المدرسه بتكلم دايما يعني كل طلابي عارفين نادي الكتاب، وحتى في ناس منهم الاباء يعني بيجيبوا اولادهم يحضروا فعاليات الطفل. حلو. وكمان عايزه بقى اسالكم بعيدا عن نادي الكتاب، الستات اللي قاعدين في البيت اللي بتشوفكم دلوقتي وبتقول اكيد هي عزه عندها بيت ومروه عندها بيت، لا مش هيقولوا فاضيه، انتوا بتعملوا حاجه جدا قيمه، بس ازاي بتقدروا توازنوا ما بين حياتك الشخصيه والعمليه وكمان تروحي تتطوعي في نادي الكتاب؟ ما هو ده اهم حاجه احنا بنسعى ليها، ان انت ما تبقيش منعزله في مجالك، يعني انا كطبيبه ابقى مركزه في الطب واشتغل، انا كمذيعه انا ازاي اهتم انمي نفسي في ان انا ابقى ازاي مذيعه، لا انت لازم تروحي تتطرقي للكتاب، فعلا القراءه بتفتح ابواب وبتخليكي احنا بتخليكي تروحي بتسافري فعلا، يعني بتروحي بلاد، بتروحي بتشوفي تجارب، تعرفي على شخصيات، كل ده وانت مكانك مع الكتاب. وحاجه كمان ان احنا فعلا معانا في الاعضاء اطباء ومحامين، يعني توليفه كده هتلاقي نفسك ان انت بتتعلمي، يعني احنا كاعضاء بنتعلم ولما نحتاج حاجه بنلاقي بعض، يعني طب هنقرا الكتاب ده فبالصدفه تعرفي ان ده طبيب اسنان، لا ده محامي، طب انا عاوز اسالك على حاجه وهكذا، فتحسي ان لا يعني اللي عاوز يقرا هيلاقي له وقت،
ودلوقتي ما شاء الله التكنولوجيا ما سابت لناش يعني وقت، لا انا لازم كتاب معايا ورقي وفي ايديا على الموبايل، يعني ممكن انزل اللي مش عايز يقرا ممكن يزور صفحتنا على الفيسبوك ويشوف ملخص يعني ملخص للعمل او العمل الادبي، او حتى احنا احيانا بنقدم سكتشات من العمل الادبي تمثيليه، يعني اللي ما حضرش بيكون جاي يحضر معنا الايفنت بياخد جنرال ايديا عن الموضوع. يعني في اكتر من طريقه لتوصلوا الفكره. هلا الصراحه انا من الناس اللي بيحبوا الكتب الورقيه ما كتير، وانا زيك برضه بحس الموضوع امتع، بس لازم نواكب العصر. خبروني شوي شو مكان التكنولوجيا بالنادي، كيف عم تقدروا تستغلوا التكنولوجيا بالطريقه الصحيحه، بالطريقه اللي فعلا نتمنى كلنا انه اولاد هذا الجيل او اطفال هذا الجيل يقدروا يستغلوها صح. هو التكنولوجيا طبعا احنا محظوظين ان احنا جيل فيه تكنولوجيا بشكل واسع، لان هي خدمتنا كتير. يعني احنا دلوقتي على جروبنا على الفيسبوك عندنا 14,000 فولورز، لو احنا مش في جيل التكنولوجيا او في وقت التكنولوجيا كان هيبقى صعب ازاي انا هجمع كل العدد ده. هي وسيله للانتشار طبعا، احنا كل شيء بنعمله بنوثقه وبننزله، فانت بتبقي ممكن في البيت ومتابعه معانا ايه اللي بيحصل، مش لازم تيجي كل الورش بتاعتنا، بس لانها لايف بتتعرض لايف بتحضري الحلقه الاخيره. غير ان احنا كمان جروب بنسهل على بعضنا يعني المسافات، لان احنا من كل الامارات، من كل الامارات السبع يعني، فعندنا جروب الواتساب بنتواصل طول الوقت مع بعض بالطريقه دي. صراحه انا كتير متحمسه لحتى نروح، واكيد كلنا حنروح جروب ان شاء الله. ان شاء الله مستنيينكم باذن الله في الفعاليه الاخيره إن شاء الله. يوم الجمعه تابعونا، هنكون حددنا اسم الكتاب ومين الضيوف اللي هيحضروا معانا. ان شاء الله تنورونا باول فعاليه، رح تشوفوا هالوجوه موجوده ان شاء الله. تنورونا، سعاده بيكم، انتم نورتونا واستمتعنا جدا بالحوار معكم. شباب صبايا شو رايكم نطلع بريك؟